صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليه يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. الحقيقة المحاولة للتعرف على أحوال القيامة من مقاييس الدنيا محاولة غير سليمة. يعني إحنا الآن ربما قعدنا حادثة من الحوادث نفهمها بمقاييسنا اللي نعيشها بالدنيا. أي حادثة نعم إلها مقاييس عندنا موجودة بالدنيا، من منطلق هالمقاييس نفهمها. يعني مثلا افرض معدل عمر الانسان، مثلا الدار اللي يسكنها الانسان، علاقات الانسان، لان كلنا عندنا بهن مقاييس نقدر نعرفها عن طريق مقاييسنا بالحياه. نقول ان معدل الاعمار بالدنيا مثلا 80 سنه افرض، زين. لكن لما نريد نرجع الى الاخره نريد نتعرف على بعض الامور وفق مقاييسنا الدنيوية تعتبر محاولة غير سليمة أبدا. لأنه أنت الآن إذا تقرأ بعض الروايات تشوف مثلا المؤمن يعطى بالقيامة كذا دار أو كذا بها كذا غرفة، تتساءل شنو يعني شنو الداخل الإنسان؟ ما يمكن أن يكون في ساعة من الساعات إلا في غرفة تكفيه غرفة أفراد، إذا أراد ينوع فليكن 10 أو 20 مثلا. أنت تجد أرقام مروعة. شنو الموجب إلى هذا؟ ما نقدر نحكم عليها لأن بعضها روايات مستوفية الشروط، لذلك ما نقدر نحكم عليها بالخطأ ولا نحكم عليها بالصواب، على اعتبار إحنا نعيش في عالم غير ذاك العالم. المقاييس مختلفة، مقاييس الدنيا تختلف عن مقاييس الآخرة. من جملة ذلك هذا المعنى الآن زين سيمر علينا إن شاء الله. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. مثلا الفخر الرازي لما يمر بها الآية يقعد الرجل يتحير أنه شلون أصحاب النار ينادون أصحاب الجنة والحال ما بيناتهم مسافات هائلة. أنا أمس ذكرت بالآية الأخرى زين أن المسألة حلها العلم، وأصبحنا الآن اللي بكوكب يقدر يكلم اللي بكوكب آخر. لكن هذا الرجل اللي عاش أفرض قبل أكثر من كذا سنة، يعني قبل مئات السنين زين، هذا في أيامه ما كان أكو اتصالات بين الكواكب، لذلك من الصعب جدا أن يتصور أن أبو كوكب يتصل بأبو كوكب آخر.
فيجي يقول يزحزح الله الجنة حتى يراها أهل النار، فتكثر حشرة أهل النار ويكثر اعتزاز أهل الجنة. زين، الحقيقة هذا إذا مستفيد من رواية شيء آخر من ناقشة، لكن إذا لا مجرد استنتاج من عنده أن مستنتج استنتاج يزحزح، مو سهل زحزحة كوكب، لأن الكواكب مرتبط بعضها ببعض بأبعاد دقيقة، وهاي الأبعاد إذا اختل بعد من الأبعاد تختل المجاميع كلها. هاي المشكلة، هاي يعني المجموعة اللي ينتمي إلها الكوكب، إذا كوكب طلع عن مكان المقرر إله طلع عن بعده يتغير الوضع كله، يتغير تماما. يعني خل أقرب لك، يعني مثلا أفرض لو سرعة الأرض الآن تنزل إلى العشر، شي يصير؟ يصير أن اليوم بدل أن يكون اليوم والليلة 24 ساعة أضربه في عشرة، ها؟ تقريبا 240، ها؟ فهذا يطول النهار هالقدر راح يعرض واجهة من الأرض إلى الشمس فتحترق، وواجهة عاكس الشمس فتتجمد. يعني النظام موضوع على هالسرعة بس، على هالدقة. البعد لو يقرب تقرب الشمس من الأرض، الأشعة اللي تقذفها بهالشكل الهائل يمكن تحرق الأرض بلحظات. المسألة إذن كيف نتصور؟ لكن هذا الرجل ما نقدر نلومه، هذا عاش في عصر ما نقدر إحنا في الواقع أن نحمله أو نطلب من عنده الإجابة على شيء لم توجد أسبابه إلا في هذا العصر. يعني بتعبير آخر، مقاييسه المنطلقة من عصره غير مقاييسنا اللي نعيشها الآن. لكن الله عز وجل ما من شك أن يزيح الموانع حتى يسمع هؤلاء نداء هؤلاء. طيب، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. هالمحاورة اللي سبق أن كانت من أهل الجنة لأهل النار، ومحاورة الآن أهل النار لأهل الجنة، أو الطلب منهم، ماذا طلبوا؟ طلبوا أن أفيضوا علينا من الماء. طيب، فنشوف هذا المقطع. أولا، الإفاضة هي سكب السائل من أعلى، أي شيء سائل يسكب من أعلى يقال أفاض. لما نرجع الآن يقال فلان أفاض بالحديث. فلان أفاض بالحديث بأي معنى؟ الإفاضة بالحديث يعني بدأ من أوله، فكأن الأول أعلى تشبيها له بالإفاضة. فأفيضوا يعني اشكبوا علينا من الماء من الأعلى. طيب، وهذا يؤيد كون أن الجنان كما قلت لك بالأمس رأي الشيخ الطوسي يذهب إلى أنها بالسماء وأن النيران بالأرض، هذا يؤيد هذا المعنى. فأفيضوا يعني طلبوا إفاضة الماء. خلنا نوقف شوي عند هالنقطة. هذا الطلب يدل على أشياء. الشيء الأول، أن أول نعيم يمكن أن يمر على أهل الجنة هو شرابهم من الماء، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وأول نعمة يطلبها أهل النار، أو أول رحمة يطلبها أهل النار، هي عبارة عن الماء. أفيضوا علينا من الماء. طيب، لما يطلبون أفيضوا علينا من الماء، يعني شنو القصد بالأحرى؟ ليش هذا؟ على ماذا يدل؟ أولا، هذا يدل على أهمية الماء، لأن الماء لا يضارعه سائل من السوائل في أهميته ومنفعته. الماء أساس الحياة، مصدر الحياة،
يجي بالأهمية مباشرة من بعد الهواء، من بعد الهواء مباشرة تجي أهمية الماء، لأن الإنسان لا يمكن أن يستغني، الإنسان لا يستغني عن الهواء لحظات لكن ولا يستغني عن الماء فترة طويلة. إذن يأتي هو بالأهمية مباشرة من بعد الهواء، هاي من ناحية. من ناحية ثانية هو الواقع عظيم القيمة، لكنه إنما تشوف أصبح قيمته مثلا قليلة، هاي لأنه الكثرة، هاي المسألة يعرضوها الاقتصاديين في باب العرض والطلب. الاقتصاديين في باب القيمة لما يحددون قيمة الأشياء يقولون عنصر الطلب، نعم العرض والطلب يتدخل في تحديد القيمة. يعني هذا لما كان موجود بكثرة الماء لأهميته، لأن الله عز وجل جعل الماء يملأ 5 أشباع الأرض لحاجة الناس إليه، فهذا لأن ميسور ولأن كثير كانت قيمته قليلة، وإلا شوية إذا ندر تصبح قيمته عالية. وفعلا عندنا، ليش روح بعيد، الآن عندك الماء أغلى حتى من البترول نفسه، نعم، اللي شقد تنصرف عليه جهود لتصفيته وأعمال وأدوات، ومع ذلك الآن لتر الماء أغلى من لتر البنزين، نبه الآن. والآن العلماء يتنبؤون بأن الحروب الآتية حروب ماء، حروب جاية حروب ماء، لأن هذا اللون من التكاثر، هذا اللون من الانفجار السكاني راح يؤدي إلى ماذا؟ راح يؤدي إلى أعداد هائلة بالأرض، ويصبح النزاع على مصادر المياه نزاع شديد وعنيف. واللي جاي للماء، لأن الماء الواقع يحظى بالأهمية، لأن مصدر الحياة، كل ذي حياة يفتقر في حياته إلى الماء. والآية تقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، بالماء بهالدرجة. ولذلك الله عز وجل سلب ملكيته، نبه، التحق اختصاص به، يعني هاي المياه، مصادر المياه العامة ما تملك، يعني افرض البحر او الشط النهر الكبير ما يملك به الماء، سيجينا خلال البحث ان الانسان يملك حق الاختصاص به اذا صار بإناءه، اذا صار عنده بأناءه، بالأناء اللي عنده يملك ما دام بالأناء، اذا اعاد الى النهر عادت ملكيته مشاع. ولذلك يعتبر من المشتركات، ليش؟ لانه اذا صار البناء المياه تكون بيد الانسان، الانسان احيانا حقود، الانسان مو دائما الانسان نبيل، كثير من الناس يملأ قلوبهم الحقد فقد يحرموك من شربة الماء، وهذا اللي صار في اكثر من مورد، صار في اكثر من مورد، لان الماء مهم تتوقف عليه الحياة. إذا صار بيد الإنسان يمكن يجي الإنسان يتحكم بحياة الناس، سلبت ملكيته، يعني من الناحية التشريعية ملكيته سلبت، واعتبر ملكيته ملكية عامة إلا ما يختص بالأناء الخاص. طيب، ولذلك أنا بوسعي حتى لو نهر في بستان أنا أشرب من عنده وأتصرف بماء، لأن هذا المنطلق يذهب بعض المفكرين المسلمين إلى أن قاعدة لتأميم المرافق العامة، يعني بتعبير آخر أكو وحدة ملاك بين وبين المرافق العامة اللي البشرية تحتاج إليها، يعني أشياء تحتاج إليها البشرية، هذه ما يمكن أن مثلا أفرض المعادن اللي تفتقر إليها البشرية، هاي المعادن اللي تفتقر إليها البشرية إذا صار البناء ملكيتها تكون ملكية خاصة، راح يؤدي الأمر إلى إلحاق ضرر بالناس، وإذا تحقق عنوان الضرر لا تؤمن. على العموم هذا الموضوع يحتاج لشوية بحث طويل، بس من هالمنطلق، منطلق أهمية الماء، الماء لأن غاية بالأهمية الله عز وجل سلب ملكيته.
لأن الماء مهم جدا، مهم تتوقف عليه الحياة. فأول شيء ذولا طلبوا أفيضوا علينا من الماء لحاجتهم إلى الماء. هسه قد يسأل سائل شوي، هنا أكو نقطة لازم توضح، أن هذا لما ينوضع درجة حرارة عالية شنو شلون يبقى حي حتى يتطلب ماء أو يتطلب أكل يريد طعام أو ما رزقكم الله؟ هل معنى هذا سبق أن طرحه واحد من الناس على الإمام الصادق سلام الله عليه، وأنا شفته يروى لأكثر من إمام، قال لي ابن رسول الله ماذا يأكل الناس يوم القيامة وماذا يشربون؟ ذولا يوم الغش يأكلون لأخرتهم، ويقول يوم مقداره 50,000 سنة مما تعدون. طيب ذولا إذا كانت أفرض صفة الحشر بهذا اللون، هالأجيال المتعاقبة اللي تحشر أو تحاسب، بس مو معلوم أن هذا اليوم الحساب يغطي كله من بدايته إلى نهايته، ممكن أن يكون وكفى بالله لأنه أسرع الحاسبين، ها؟ بس هالفترة اللي يقضوها إذا حشروا في عرصات القيامة ماذا يأكلون وماذا يشربون؟ كلا الإمام يحشرون على أنهار متفجرة وعلى أرض من الخبز، يأكلون من ذلك الخبز ويشربون من ذلك الماء إلى أن يفرغ من حساب الخلائق. قال الله أكبر، ما أشغلهم يومئذ عن الماء وعن الطعام. بهذاك الحالة بساعات الحشر هم بيا حالة حتى يشتهون طعام أو يشربون ماء، هذول أصلا ذاهلين عن أنفسهم. قال لهم في النار أشغل، ومع ذلك قالوا أفيضوا علينا من الماء. نبه لي، هم في النار أشغل أكثر شغل، لكن بالنار وطالبوا بالماء وطالبوا بالطعام، أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. إذن إن هنا إن أن نتساءل أن هذا شلون نفترض إذا النار مثل ما يقول الإمام، إذا لو وقعت حلقة من حلقات سلاسل جهنم على الأرض لأذابتها. طيب هذا شلون يعيش في هذا؟ يعني كيف نتصوره من مقاييسنا؟ هل نتصور أن من يوضع بالنار يعطى أفرض لون من المناعة يحقق مقدار من العذاب وعدم الموت؟ مو الآية تقول لا يقضى عليهم فيموتوا، يقول دول ما من عندما يوضعون ما يموتون. شو ما يموت؟ يعني المفروض احنا نعرف أن النار تذيب ما دخل فيها النار، ولذلك الشيء يذكر العلماء لما يجون يشرحون نظرية إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين، يريد يفضل روحه بالخلق على آدم، يقول لك تقول لي اسجد لآدم والمفروض أنا أنتمي إلى النار، والنار من دنيا القوى، ودنيا القوى أشرف من دنيا المادة، والنار جميلة بالحس الباصر، والتراب مو هكذا، والنار منذ وجدت معبودة، والتراب يشحق بالأقدام. مو هاي الفكرة اللي لخصها بشار ابن برد؟ إبليس خير من أبيكم آدم فتنبه يا معشر الفجار، إبليس جوهرة وآدم طينة، والطين لا يشمو شمو النار. فهالفكرة يقولون العلماء أن النار إذا وضع فيها شيء أذابته، مو الشكل كما هو الحش المشاهد، والتراب لا، بالعكس إذا وضع في شيء ينميه، اندبنا حبة بينا أخذ 700 حبة، مو الشكل. ففي باب المقارنة احنا نعرف أن النار تذيب ما فيها، فشلون الإنسان إذا وضع في جهنم لا تذيبه النار؟ أنا سبق أن ذكرت قبل كم ليلة أكو روايات تقول أن بعض أهل النار يتقاذفون بقطع النار كما يتقاذف الصبيان بالحصى. شايف الأطفال لما يلعبون بالحصى، مما يدل على أن النار مثلا لا تميتهم، أو هذول يكونون بدرجة من الإحساس يتحقق معها معنى العذاب ولا يتحقق معها معنى الذوبان. وش تقول؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، وإلا قاعدة إن شاء الله لما تدب في درجة حرارة عالية لحظات يموت. فليش أقول لك أن المقاييس
اللي بالآخرة ما نقدر نحكمها، نحكم عليها مقاييس الدنيا أبدا. إذا أريدنا يعني نفلسفها عن طريق مقاييس الدنيا تكون عملية مو سليمة أبدا، مو سليمة. مثل ما لكل علم منهج، لهذا الفهم منهج أيضا. إذا شلون نتصور أن ذولي أول ما يطلبون أفيضوا علينا من الماء؟ هذا أول شيء يدل على أهمية الماء، ويردون من بعد الطعام أو مما رزقكم الله. أهمية الماء الواقع يعني في الدنيا وفي الآخرة. أنا أتذكر سعد ابن عبادة دخل على النبي صلى الله عليه وآله، قال له يا رسول الله، قال بلى، قال له إن أم سعد تحب الصدقة. والدتي كانت تحب الصدقات، دائما تتصدق، أفإذا تصدقت عنها ينفعها؟ إذا أنا أصدق عنها الآن بعد وفاتها ينفعها؟ قال نعم، وعليك بالماء. ها؟ أوجد إلى فد ماء، صدق بالماء عنها، لأن ثواب الماء ثواب لا يحد. فعلا الماء في واقع الأمر يعني تعرف الري بالري بالحياة، فهو بالدنيا مهم وهو بالآخرة مهم. أن أفيضوا علينا من الماء، يعني النقطة الثانية أن شفت يلمح بعض المحللين يقول ذولا هممهم كانت محدودة، ذولا طبعا هم الخالدين لأن هم سيجين خلال البحث، هم الكفرة ذولا اللي يخلدون بالنار، ولا مسلم ما يخلد بالنار. هؤلاء ذولا كانت هممهم بالحياة محدودة، فلذلك أيضا هممهم بالآخرة محدودة. يعني هذا كان شنو همه بالدنيا؟ همه بالدنيا جنس يشبع فرجه، وطعام يشبع بطنه، وثوب يشبع جسده. إذا توخر عن ذني ما كشي غيره. يعني أكو جملة من الناس يتمتع كما تتمتع البهائم والأنعام، يعني دنيا كلها وأفقه اللي يعيش به ثياب وسكن وطعام ومرأة، غير هذا ماكو. أما تجي ليه تحدث بمعنويات، تقول له شوية أصعد عن أفقك، خليك تهتم بشؤون عامة مثلا، أو أصعد عن أفقك الضيق من الحقد، خليك بذهنية كبيرة، المعنى ما يعرفه هذا أبدا، تماما ما يعرفه. يعني هذا كل ما يهمه هالأمور المادية، حصلهن كم شيء يحصله. يمكن واحد هذا دخل على النبي صلى الله عليه وآله، كان مسوي للنبي فد خدمة، اجى هذا من الصحراء قال له يا رسول الله أنا قصدتك، رحب بي النبي، قال له أنت إلك علينا فضل وسبق أن سويت، نعم أنه جميل وإحنا نكافئ جميلك، اقترح شو تريد حتى أنا أعطيك مقابل جميلك، أعطيك نعم مقابل جميلك. قال له أريد 40 شات، أريد لي 40 نعجة. أكو بعض الصحابة تبسم، قال النبي على كل حال طيب لي تعالى، ما يعرف أكثر من هذا، على قدر أهل العزم تأتي العزائم. الواقع هذا كل ما يحصل، هذا كان بيوسع يطلب جنة، بيوسع يطلب خلود، بيوسع يطلب مثلا شيء من هالقبيل، هذا كل ما يفهمه يفتهم هالمعنى، بناء ماكو شيء أكثر من 40 نعجة. لأن هذا كل مخ داير على هذا، مو أكثر من هذا. فهؤلاء كانت في الحياة هممهم محدودة، الحياة اللي عاشوا بها كانت هممهم محدودة، ما تتجاوز رغبات الجسد، الرغبات العائدة للجسد مو أكثر. أما هموم الروح، تطلعات الروح بعيدين عنها، ما يصعدون إلى مستواها، قليل أكو يصعد إلى المستوى، مستوى تطلعات الروح. هاي دلت على أنهم مثل ما كانوا محدودين بالدنيا في تطلعهم، هم محدودين بالآخرة أيضا في تطلعهم. أفيضوا علينا نعم من الماء،
أو مما رزقكم الله. هل معنى أتخطر أكبي تضمين إلى أحد علمائنا؟ تضمين جميل جدا. المحقق النهراقي صاحب جامع السعادات وصاحب مشكلات العلوم وصاحب المؤلفات الثمينة، المحقق النهراقي كان معاصر علما للسيد الطباطبائي بحر العلوم، وكانوا أخوين الواقع، يعني تراسل أكو ما بيناتهم ومودة ومحبة. السيد طبعا بالنجف، والنهراقي كان بالري في طهران أو في مكان آخر في إيران. المهم كتب للإمام، يعني كتب يتطلع يتشوق للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه وللنجف، كتب أبيات إلى السيد بحر العلوم يعرب فيها عن شوقه وعن نزوعه إلى سكن النجف، إلى التربة اللي تتوق إليها نفوس محبي أهل البيت، وبالذات إلى التربة التي تنزع إليها مشاعر كل من إلى علاقة بعلي بن أبي طالب. فهذا كتب الأبيات، شنوش كتب له؟ ضمن هالمعنى، ضمن طلب أهل النار من أهل الجنة، وجعل بلاده بمنزلة النار، وجعل النجف بمنزلة الجنة، وخاطب أهله بخطاب أهلها. ايش كتب له؟ كتب له: ألا قل لسكان أرض الغريب لقد فزتم بجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء أو فنحن عطاشا وأنتم ورود. جاوب السيد تغمد الله برحمته، جاوب: ألا قل لمولى يرى من بعيد ديار الحبيب بعين الشهود، لك الله من غائب حاضر على حاضر غائب بالصدود. معنى هواي جميل، يقول له انت مو يفصلك عن علي بن ابي طالب بعد مكاني، ما يفصلك بعد معنوي، لانه اللي تحبه يعيش بقلبك، اللي تحبه يعيش في مشاعرك بقلبك، مو بعيد عنك، حتى ولو يصير في شرق الارض او غربها، ما طول انت عايش وياه ذهنيا انت كانه حاطه بقلبك، هذا في بين اضلاعك، مهما يكون بعيد عنك. انت اللي يفصل بينك وبين علي بن ابي طالب بعد مكاني مو بعد روحي ابدا، لك الله من غائب حاضر على حاضر غائب بالصدود. اكو ناس يعيشون الى جانب علي بن ابي طالب وعلي بن ابي طالب يبرأ منهم، اكو ناس الواقع يعيشون مثلا قريب من عنده او حوله، ولكن هم من اعدائه، هم ممن يبعد عنه مسافات، واكو ناس لا والله بعداء عنه، ولكن يجمع بينهم وبين الحب والوئام والذوبان والفناء في الذات احيانا. نعم، لك الله من غائب حاضر على حاضر غائب بالصدود، لنحن على القرب نشكو الظما وفزتم على بعدكم بالورود. في الآية لما تقول أفيضوا علينا من الماء، تكشف عن أهمية الماء، وأن هذا الماء بالواقع يستأثر باهتمام الإنسان بالدنيا وبالآخرة. ما يطلبه الإنسان بالجنة الشراب الطهور، وبالنار أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. انتقلت الآية، قالت شنو الجواب؟ إن الله حرمهما على الكافرين. هنا شوي أكو نقاط خلينا نبحثها. النقطة الأولى أن الآية صريحة
بأنها إنما حرمت هذا الماء وهذه النعمة حرمت على الكافر، كأنه إحنا عندنا روايات تقول أن أهل لا إله إلا الله لا يخلدون في النار أبدا. صحيح، هذا يعاقب اللي يحمل شعار لا إله، الموحد ها، وبالفعل التوحيد هو في حد ذاته قيمة، مو يقول الخيام في إحدى رباعياته يقول ربي إن لم أجد في طاعاتك فأنا بائس إلى رحماتك وحنين أو وشفيعي إليك أني لم أشرك ولو ساعة بوحدة ذاتك. أنا شفيعي لأني موحد، أني من أهل لا إله إلا الله، ولذلك أهل لا إله إلا الله اللي يجمعون بالشهادتين وما يقومون بإنكار ضرورة من ضرورات الدين، هذا مسلم، ما يشع أي أحد أن يحكم عليه بغير هذا. أما يجي واحد يكفر المسلمين لمجرد تشهي في داخله، هذول أولا أقسام، قسم من عندهم لم يؤت من العلم شيء أبدا، الله وكيلك، ما عنده من العلم إلا بضعة كلمات يلقطهن مثل ما يلقط الطير الحصوة، هاي الطب بمعدته وما يعرف يهضمها، ما عنده قابلية على هضمها. أكو بعضهم من النوع كل مبلغ من العلم مش كم حديد، وما ينطلق من علم، ينطلق من حقد. والله أكو عندنا تركة في تاريخنا كمسلمين هذه ينبغي إزالتها. يعني أنا أأكد لك أكو عندنا كمسلمين أكو عندنا ألوان من الانحراف في تاريخنا، في بعض الفتاوى اللي تعيش في قلب حضارتنا وتمزقنا يمينا وشمالا. هذه الواقع ينبغي أن تذاد عن تاريخنا. أرجوك هذه علما لمصلحة من أنه المسلمين يمزقون شر ممزق، وهي ترى كل ما المسألة تصعد أو تنزل أني أنا أقيم وأقدس لواحد ولائي مثلا لصحابي هو ابن عم رسول الله، وذاك ولاء لصحابي هو ابن عم رسول الله مثلا، أنت إلك دليلك وأنا إلي دليلي، أنا ما أرى دليلك ناهض وأنت ما ترى دليلي ناهض، ويحترم بعضنا بعضا على أساس من الأخوة الإسلامية، أنت كمسلم أحترمك وتحترمني كمسلم. أما هاللسان السليط، هاللسان التافه البذيء، رأسا تجي تكفر المسلمين، نعم بسبب وبغير سبب، هذا ما تأباه مقاييس الشرع ومقاييس الذوق والخلق. نعم، إذن هل هالتاريخ هذا عندنا التاريخ اللي مملوء بيش مملوء بهالثغرات؟ الواقع هالثغرات يجب أن تسد، أكو عندنا أحجار في طريقنا يجب أن تذاد عن طريق المسلمين، عقبات يجب أن تذاد عن طريق المسلمين. في الآية الكريمة لما تقول إن الله حرمهما على الكافرين للإشعار بأن ذولا إنما خلدوا بالنار واستقروا بها لأنهم كافرون، وإلا مسلم لا يخلد بالنار. ابن عربي صاحب الفتوح المكية يقول بسبب حب آل النبي لا يمكن أن يدخل مسلم النار، لأن حبهم سبب من أسباب نجاة المسلمين. هذا الرجل عندها النظرية، ولذلك تلقى عليه فتح حملات عجيبة. هو هذا، هو تعرف الرجل ينزع نزعات عرفانية أو صوفية، قد يكون عنده حكايات ما يفهمها البعض، البعض ما يفهمها، يأخذ ظاهرها. يعني ما أخر التصوف إلى منهاج، لما أريد أعرف منهاج المتصوفة يكون أدرس فكرهم وآدابهم ومناهجهم. يعني تأمل مثلا، على سبيل المثال أضرب لك مثلا، واحد مر سمع له مؤذن يأذن دار وجهه عنه، ولقى له كلب ينبح، نعم قال له لبيك، قال له تعال شنو هذا،
وهذا ما يعرفه، ما يتصور شنو هذا. هذا ينطلق من قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يقول أن هذا الحيوان لون من ألوان الصوت اللي بعته، ولون من ألوان التشبيح، يسبح بحمد ربه، يطلب رزقه، وهذا ما عنده تكلف، ما عنده دجل، على رسله، واضح حيوان على رسله، واضح نعم يطلب حاجاته بوضوح. لكن هذا يقول هذا اللي أذن إذا تقطعنا راتبه بعد ما يأذن، بس تقطعنا راتبه بعد ما يأذن. وهذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لكن أكو داخل بصدره 20 إله من الحقد. نعم، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، لكن إذا بحثت شوية عن داخله تلقى عند الهوى والعصبية والتعدي والكذب والافتراء، عند آلهة من الأصنام داخل صدره يعبد ربا غير الله. فهذا من منهجه، يعني عند منهج، غلطان أو مغلطان شيء آخر، بس مو رأسا يحمل عليه. تلو تشوف الحملات على هذا الرجل ابن عربي، فالحملات عجيبة غريبة، لأن موالي لأهل البيت. هذا كان يقول أن سلمان معصوم، سلمان المحمدي، لقول النبي صلى الله عليه وآله سلمان منا أهل البيت، يقول هذا معصوم أيضا. فعند من هالنوع آراء هي اللي أوجبت الحملة عليه. خليني أرجع للموضوع. طيب، الآية تقول قالوا إن الله حرمهما على الكافرين، إن الله حرمهما على الكافرين، منها يستدل القرطبي شنو؟ على أن لمالك الماء في أنائه، مالك حق الاختصاص إلى حق المنع، شنو؟ إلى حق أن يمنع أن يتصرف أحد بمائه. شو بيش يستدل؟ يستدل بالحديث النبوي الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله، النبي قال لأذودن يوم القيامة عن حوضي رجالا كما تذاد غريبة الإبل. اللي يحب يشوف استدلاله والتوسع بهذا المعنى خلي يشوف في تفسيره، تفسير آية رقم 50 من سورة الأعراف. نعم، الرجل عندما يمر يبدأ يستدل على أن الإنسان يقول إلى حق الماء اللي بحوضك أو بقربتك، أنت إلك حق تمنع عنه غيرك، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول لأذودن عن حوض رجال كما تذاد غريبة الإبل عن الماء. شوية يردن هنا وقف عند هذا الحديث. طبعا هذا الحديث لما يقول النبي لأذودن عن حوض رجال، شنو إيش يقصد الرجال الكافرين؟ طبعا لا، كافرين أصلا خارجين، مثل ما يقولون الأصوليين خارجين تخصصا، ذولا أبدا، يعني ما يرد على الذهن أن الكافرين يجون يطلبون من النبي ماء، لا، أو يدنون إلى حوضه. اللي يدني إلى حوضه منه الفرق الإسلامية. ليش رسول الله صلى الله عليه وآله يدود عن حوضه؟ ليش يدفع عن حوضه؟ طبعا لا يدفع عن حوضه إلا من ذاد الناس عن حوض آل النبي. نعم، دول اللي وقفوا يذودون الناس عن التذوق من نبع آل الرسول. نبه لي هذا النبع، أرجوك لما تجي إلى باحث من الباحثين يوقف بملء لسانه يقول سألت جعفر ابن محمد الصادق سلام الله عليه، سألت عن من تروي؟ قال أروي عن آبائي فتركت الرواية عن نبهلي. ليش؟ يعني منو اللي ما يعجبك بآبائه؟ محمد الباقر ما يعجبك؟ ها؟ علي بن الحسين زي العابدين ما يعجبك؟ الحسين ابن رسول الله ما يعجبك؟ علي بن أبي طالب ما يعجبك؟ ده تسمى الصلافة. شوف هذا الرجل لما يذود الناس عن هذا النبع، عن نبع أهل البيت، تنتظر أن رسول الله يدنيه إلى نبعه ليشرب؟ طبعا لا، مو الشكل. إذا هؤلاء وأمثالهم ممن ذادوا الناس عن هذا النبع النظيف وخلوا الناس يشربون من النبع الملوث، هؤلاء يذودهم رسول الله عن حوضه يوم القيامة. وبعد
يذود من منع أبناءه عن الماء. نعم نعم. وقف الحسين سلام الله عليه يقولهم: ويحكم ويحكم، لقد جف ثدي أمي هذا الطفل من اللبن. إذا تخافون أن أشرب شيء من الماء خذوه بأيديكم اسقوه جرعة من الماء المعين. حرموا الطفل أبو ستة أشهر وبس. لا، الحسين سقط إلى الأرض يشوفون الهمس في شفافه: لقد تفتت قلبي من الظمأ. ومع ذلك ما حد رحمه بجرعة من الماء. ولذلك كان الإمام زين العابدين إذا مرت عليها الذكريات يتجه وين؟ يتجه إلى كربلاء. ويوم من الأيام مر الإمام زين العابدين سلام الله عليه، سمع لواحد من القصابين يخاطب غلامه يقول له: هل سقيت هذا الكبش ماء؟ قال: بلى سقيته. العبارة لفتت نظر الإمام، صاح له، قال: تعال أنتم معاشر القصابين لا تذبحون الكبش حتى تسقوه الماء؟ قال: أي والله سيدي، إحنا ما نذبح الكبش إلا أن نعرض على الماء. أدار وجهه إلى جهة كربلاء، صاح: أبا يا أبا، الكبش لا يذبح حتى يسقى الماء، وقد قتلت إلى جانب الفرات ضمانا. سقط على الأرض يمد يمينا ويقبض شمالا، جراحاته تشخب دما عبيطا، حال العطش بينه وبين السماء كالدخان. في تلك اللحظات كان يرمق السماء ببصره. ضمان يشلي نجيع الطاعن غلته عن باردين من عباب الماء، مقرور يا تالي علي حسين يا صبري على بلوى ابن أمي، احترمت الماي عقبك لا شربت الماي. اتأمل هالظاهرة نفسها عند شعراء الطائف لما يمرون بالأماكن اللي حرم بها الحسين من الماء، يدعون عليها بعدم نزول القطر، يطلبون من الله ألا يسقيها بالقطر. مررت على الدار التي كنتم بها، فمغناكم من بعد مغناكم قطر، وقد أقلعت عنها السحائب بعدكم، فلا در من بعد الحسين لها در. الإمام السجاد إذا عرض عليه الماء يطيل النظر إليه، يقول: أشرب وابن رسول الله مات ضمانا، أشرب وابن رسول الله قضى عطشا، أنا أشرب لذيذ الماء حاشا، أهل قضى وكلهم طاشا، ومن ذا فاده من غلة لو مست الصخرة لصام
لنظر ترب الجبين وعين كل موحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء؟ 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 اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم اختم لنا بالعاقبة الحسنة.